لا أظن أن مخترع الكاميرا كان يعرف بأنه أعطانا طريقة لتجفيف اللحظة وإبقائها للأبد، كأوراق الشاي في برطمانات الجدة، والتين المجفف في سلال العطارة، والورد في كتب العشاق. الصور الفوتوغرافية هي شكل قلوبنا وهي مجففة. هذا المستطيل الصغير هو آخر مساحة ممكنة على وجه الكرة الأرضية للبقاء بقرب من نحب للأبد. هي سخرية الحياة بأكملها منك، لما أصبح أغلى ما تملك لحظة مجففة في إطار